ليست كغيرها من الهوايات، لكن يفهمها ملاك السيارات. خالد شاب مصري يحرص على الاهتمام بسيارته على نحو غير معتاد، بل ويغير من تصميمها. من القاهرة مراسلنا رمضان أعدنا لهذا التقرير. في البداية تظن نفسك داخل أحد مراكز تطوير السيارات، لكن المفاجأة تكمن في أحد الشباب ويدعى خالد، يرتبط بعلاقة حب مع سيارته، فيقوم بعمل كل شيء لها، بداية من تنظيفها من خلال ما توفر لديه من معدات والخبرة التي اكتسبها على مر الأعوام. أنا شايف إن أنا عندي اللي أنا أضيفه وأعمل عربيتي أحسن من كده بكتير، وفي نفس الوقت أمارس هوايتي. بالنسبة للأدوات هي جات واحدة واحدة، يعني في الأول ابتديت بعدة الغسيل الأساسية اللي هي فرشة فوطة، مع الوقت ما حسيتش بنفسي، مع سنين ادي 10 سنين ولا أكتر طبعا بوظت حاجات، وكل خطأ الواحد بيتعلم منه. لم يقتصر الأمر على ذلك فقط، لكنه جنح إلى تعديل ما يمكن تعديله بالسيارة، ويظهر ذلك من خلال ألوانها المتعددة، إضافة إلى بعض التعديلات في مقدمتها ومن الخلفية أيضا، فضلا عن ما بداخلها. زي ما أي حد بيبتدي تعديل في العربية بيبتدي دايما جنوط وكاوتش، بعد كده بنوطي العربية، بعد كده بنخش على الموتور، بنخش على العفشة، حط لها عفشة سبور. بالنسبة للتعديلات الخارجية بقى عندك فول بودي كيت وايد بالتنفيخات بتاعته، زاد عليهم السبويلر وكفرات الفوانيس. هواية وإن كانت تسبب له المتاعب من خلال الطرق غير المتسقة مع التعديلات إلى جانب بعض قوانين المرور. في مشاكل كتير يعني في الطريق بتخلينا بحكم ان احنا عربياتنا واطية وفيها كاوتش رفيع عشان الشكل والكلام ده، فممكن اعطلنا اكتر شوية في حتة الكاوتش والجنوط. العائق التاني ترخيص العربية في المرور بيبقى صعب جدا، هو بالنسبة له في صريح القانون ممنوع تعديل العربية، معنى ان انت المفروض تركب العربية زي ما المصنع نزلها. رغم ذلك كله ترك المتاعب وراء ظهره مستكملا حبه للسيارات، والذي يجذب العديد من أصدقائه والسير على خطاه. تبقى الهواية هي صانعة الإبداع، ويظل الشغف بالسيارات لا ينتهي، فتارة بالاهتمام بها وأخرى بتغيير تصميمها. وعلى الرغم من مشقة الأمر إلا أنه يظل الهوس بالسيارات هو النهاية. لأخبار الآن، رمضان المطعاني، القاهرة.